وفقها سيدة موريتانية تبذل جهوداً مضاعفة لتحسين صحة ابنها الذي يعاني من أمراض عدة تعود في أغلبها لسوء النظام الغذائي الناتج عن محدودية الدخل الذي تعيش منه هي وأسرتها، الأمر الذي يدفعها لطلب مساعدة المنظمات الإنسانية لتوفير احتياجات ابنها من العلاج. هذا الطفل ينعان من ذاك فقر الدم اللي هو دواء حالا ودواء تنصيو والأعصاب قدامكم، هو اللي ينعان منه وأنا مولي كيفه، ونقوم يستهموا بينا ويعدلون حال في نقص التغذية، وقلت مد لأنها عندها دواء ما عندها ملجأ إلا الله. منظمات عدة تحاول العمل على مؤازرة العائلات التي تعاني من الهشاشة والتي تقول بأنها تنعكس غالباً على أوضاعها الصحية بشكل لافت. سوء التغذية منتشر، منتشر في الأطفال وفي النساء خاصة، وإحنا كجمعية اللي تدافع عنه هو حق المرأة وحق الطفل، إذن أنا للأقل تنضمن لهم صحتهم، تنضمن لهم معيش يقدر يليق بهم، يسوى يعوش شنو شي بعد يعود يحد من ذو الأمراض اللي في الحقيقة فيهم، وإحنا ما لنا معدلين من مرض، إحنا نقول ولا ضعيف، طفيل ضعيف، والله مرية ضعيفة. أرقام تحدثت عنها منظمات دولية تشير إلى ما يربو عن 50% من السكان متضررين من سوء النظام الغذائي، نسبة شكك فيها أطباء، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من العواقب الصحية والاجتماعية لسوء التغذية. الوضعية كيف ما كانت، الأطفال موجود فيهم هذا النوع، موجود خصوصا يكثر أكثر في الداخل في المناطق النائية اللي ما موجود بها، ما موجود المستويات الاقتصادية فيها أحيانا متدني، بالتالي يتواجد في هذا النوع من الأمراض، ولكن بهذه النسبة المخيفة اللي ذكرهم هو لم يصل الموضوع لهذا الحد. وكانت ممثلية منظمة اليونيسف في موريتانيا قد صرحت أن 50% من النساء تعاني من فقر الدم، بالإضافة لوجود طفلين من كل 3 أطفال مصابين به. تنعكس الهشاشة الاقتصادية في مدن موريتانيا على الأوضاع الصحية لسكانها، الأمر الذي دفع الحكومة ومنظمات دولية لتنسيق عمل مشترك للحد من مخاطرها. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.